أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونتحول الآن إلى الزميل علاء الدين زعتور وهذه النافذة المباشرة من الجزائر. مساء الخير علاء. مساء الفل جمال، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النافذة من الجزائر العاصمة، حيث لم يمنع تساقط المطر اليوم مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة وفي مدن أخرى ومحافظات أخرى من التظاهر تمسكا برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز النظام. وأبدع الجزائريون كعادتهم في الأسبوع الخامس للحراك الشعبي في ابتكار وسائل جديدة لإيصال صوتهم ولإبلاغ رسائلهم. المزيد في التقرير التالي. الجمعة الخامسة كانت ماطرة، لكن إصرار الجزائريين على الخروج فاق كل توقع. لقد تعلموا كيف يذللون العقبات. سيطرت أجواء البهجة وغابت مشاعر الغضب. بدأ وكأن الجزائريين يحضرون لفرح كبير. الفوفوزيلا، البوق الجنوب افريقي الذي ذاع صيته في مونديال 2010، هو للجزائريين اليوم وسيلة لإسماع صوت الشعب. طالما يقول رامي أن النظام يأبى أن يسمع. جبنا الفوفوزيلا باش تسمعوا الصوت تاعنا للسيستم هذا كامل من النظام باش يسمعنا مليح اليوم ان شاء الله فيها خير. انا اذن ان يسمع النظام صوت الشعب بعد اربع، وطالب الجزائريين بتنحي بوتفليقة ورموز النظام في الجمعة الخامسة ثابتة ثبوت هؤلاء. المطالب تاعنا مازلنا متمسكين بهم، يا لو كانت تكون 20,000 جمعة غير المطالب ما تنزلوش عليها. بلادنا راكو ضيعتوها وجا الوقت اللي لا جونيس تاعنا هي لازم تسترجعها. لا خصنا رحيل النظام وليس اسقاط النظام. دولة مؤسسة الدولة تقعد كيما راهي، لا سيرمون اللي راهم مشرفين على المؤسسة الدولة هم اللي يرحلوا. آمال الجزائريين بالتغيير ترفرف عاليا، وإن أبدت السلطة تمسكا بخارطة طريقها أبدى الجزائريون تمسكا بمطالبهم، مطالب تتلخص في الحرية والازدهار. لزخات المطر منعت الجزائريين من الخروج في خامس جمعة مناوئة لبوتفليقة وللنظام الجزائري. هذه المرة بالفوفوزيلا أرادوا إسماع صوتهم للنظام أن يرحل في أقرب وقت. حسن تكالي، العربي، الجزائر. وبعيدا عن الجزائر العاصمة، شهدت عدة مدن ومحافظات جزائرية مظاهرات مماثلة، حيث خرج الآلاف في مدن بوعريج وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وبشار وسكيكدة ووهران والوادي وغيرها من المدن الجزائرية. وبدأ الإعلام السمعي البصري في الجزائر تغطية الحراك الشعبي بقوة بعد عقود من التعتيم والتهميش، الأمر الذي يعتبره الإعلاميون هنا ثمرة نضال قد يقود إلى إسهام الإعلام أكثر في الرأي وتوجيه القرار واتخاذه. الهويلي من أوائل الإعلاميين الجزائريين الذين اتفضوا ضد التعتيم وتكميم الأفواه. بأن الصحافة ما تركعش. تم توقيفه في بداية الحراك، لكنه نجح في النهاية عبر قناته الشروق نيوز في تخصيص مساحة معتبرة لتغطية الأحداث الجارية الآن في الجزائر. انتزعنا حريتنا اليوم وكرامتنا أيضا بفضل أيضا السند الشعبي الذي لقيناه، طالما كانت الصحافة تناضل وتقاوم من أجل حريتها، لكن كان هناك يعني نوع من الضغط على الصحفيين، لكن اليوم نحن استقوينا أيضا بفضل شعبنا. الشرق نيوز واحدة من عدة تلفزيونات خاصة تحاول استعادة ثقة الجزائريين مستمعين ومشاهدين.
هذه المرة من بوابة الحرية والمهنية، رغم ما يعترض سبيل الإعلام والإعلاميين من مناغصات وعوائق. الإعلام الجزائري الآن يحاول أن يواكب الأحداث، لكن مشاكله متاعبه الداخلية الخاصة بالناحية المالية، الناحية المهنية، ومتعلقة بالسلطة التي دائما كانت تنظر للإعلام على أنه خصم عنيد. وتبقى مصادر التمويل هنا أكبر تحد بالنسبة للمؤسسات الإعلامية رغم هامش الحرية النسبية. الحقيقة أنه لا يوجد سجن للصحفيين، لأنه من سجنوا يا إما سجنوا لسبب أعمال خارج عن إطار الصحافة، أو أنهم حسب القانون يحملون صفات الصحفي، بينما في المقابل السلطة تضغط على الصحافة عن طريق تجفيف منابع التمويل المادي. الجزائريون يأملون أن يؤرخ الحراك الحالي لقطيعة تامة مع التعتيم وبدء مصالحة حقيقية مع المستمعين والمشاهدين، مسعى على تواضعه نسبيا يشكل أكبر حلم بالنسبة للإعلاميين الجادين في هذه البلاد. التلفزيون الرسمي أو تلفزيون السلطة كما يسمى في الجزائر خرج هو الآخر عن صمته وتمرد على السلطة ولو على خجل، لم يعد صامتا معتما على الحراك الذي تشهده البلاد. يأتي ذلك على خلفية احتجاجات الصحفيين والموظفين العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية الممولة من المال العام. محمد عبد الله ممين، العربي، الجزائر. معي هنا في الاستوديو السيد سليمان أعراج، الباحث والمحلل السياسي الجزائري. دكتور سليمان، للأسبوع الخامس الشعب والجماهير تخرج إلى الشارع وقالت كلمتها، المطالب واضحة، ولكن لماذا حتى اللحظة لم تستجب السلطات لمطالب الشارع؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. لا يمكن أن نقول أنه السلطة لم تستجب للمطالب، على الأقل السلطة بادرت إلى تقديم خارطة الطريق هي التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتفليقة الداعية إلى إقامة ندوة وفاق وطني وتشكيل حكومة كفاءات ولكن وشباب. الجواب كان واضحا لا إلى غاية الجمعة الرابعة والجمعة الخامسة. لا إلى غاية الآن ما نقدرش نحكم على شيء لم يولد بعد بأنه ميت. إلى غاية الآن لم تتشكل الحكومة ولم يتأسس الندوة الوطنية، لم تتأسس بطبيعة الحال. يعني لا يمكن القول رفعت في الشارع في نفس السياق، يعني كانت ضد تكليف نور الدين بدوي بالحكومة وضد هذه الخارطة التي اقترحها رئيس بوتفليقة. والله هناك فرق بين يعني الضد المؤسس على أساس عقلاني ومنطقي، لأننا نتحدث على دولة، لا نتحدث ربما على تسيير ربما شركة أو مؤسسة أو حزب معين. لا، اليوم نتحدث على دولة بحجم الجزائر. إذن العمل السياسي لابد أن له أصول وله متطلبات لابد من الاحتكام إليها. إذن قلت لا يجب أن نحكم على شيء لم يولد بعد بأنه ميت. النقطة الأخرى أيضا من الجميل أن نلاحظ الانخراط الجماعي في الحراك. اليوم نتحدث على قطاع العدالة ينخرط، الأطباء ينخرطون، يعني شرائح واسعة تمثل كل أطياف المجتمع، حتى أحزاب الموالاة قالت إنها تدعم حتى وإن يعني. والجواب أيضا أعود دائما لك بك إلى الشعارات التي رفعت في الشارع. اليوم كان هناك شعارات مجددا ضد لفلان، ضد حزب يعني جبهة التحرير الوطني، ضد أحمد يحيى وحزبه، وكأنه الشارع ضد هذه عمليات ما يعتبره عمليات ركوب على موجة الحراك الشعبي. كيف ترى ذلك؟ معليش احنا اليوم يعني سمعنا من الخطابات والشعارات بما فيه الكفاية. اعتقد انه الان هي مرحلة الجد ومرحلة الحسم. لابد انا في النقطة التي اثرتها انه هذا الانخراط الجماعي لكثير من الاطياف على الاقل المهنية والنقابية ايضا، لكن انخراط هو لا يختلف على يعني على عامة الشعب الذين خرجوا إلى الشارع. نريد اليوم مبادرات من قبل هذه المجموعات. اليوم مثلا قطاع العدالة لما ينخرط، لما نتحدث عن المحامين أو القضاة، لماذا لم يبادروا مثلا بتصور دستوري؟ إذن مدام يعني اليوم هذه المجموعات تقول نحن في حراك ديمقراطي، اليوم في ظل هذه التعددية لابد أنه تكون تعددية مصدر لقوة المقترح، لقوة الاقتراح. اسمح لي، هذا هو يفترض أن تصغي السلطة
ورئيس بوتفليقة ومن حوله للشعار المركزي. الشعار المركزي يعني كل الجزائريين يتحدثون عليه. قال لك اتنحاو قاع يعني الجميع يرحل. احنا نتحدث على أسس. أنا قلت ونكرر نحن نتحدث على دولة وليس على شركة أو حزب معين يتم يعني ربما تغيير. لابد من حتى يعني تغيير وتسليم المشعل يتم وفق أسس. خلينا نأخذ لك أنا دائما نموذج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تم بتصويت ديمقراطي لكن إلى غاية الآن لم تخرج. هذا لا يعني أن بريطانيا تمردت على يعني على ما قرره الشعب لا، لكن كل شيء عنده أصوله، عنده المراحل التي يجب أن يمر بها وذلك تفاديا لكثير من المعضلات. طيب سنتحدث عن هذه السيناريوهات. ابقى معي دكتور سليمان. حيث تواصل يعني الحراك الشعبي في الجزائر ومعه يتجدد الحضور القوي لجماهير ومشجعي كرة القدم أو الألتراس كما يسمونها هنا، الذين احتضن الشارع حماس أغانيهم وشعاراتهم بعد أن ظلت لسنوات مقتصرة على مدرجات الملاعب. نشاهد التقرير التالي. المتظاهرون في الأسبوع الخامس يخرجون لشوارع العاصمة الجزائرية رفقة جماهير الأندية الكروية أو الألتراس. الألتراس الذي أصبح ظاهرة اجتماعية سابقة لها وان تعاملت بشعارات مناهضة للسلطة في مختلف المناسبات الكروية وأسمعت صوتها ومعاناتها من مدرجة الملعب. نحن جينا اليوم مع أولاد حومة، جينا ندعموا الحراك الوطني. مطالب تاع الشعب باينه، ولا للتاجيل ولا للعهده الخامسه، والانتخابات يجروا في وقتهم وما يترشحش، وماذا بينا يدعموا لنا لجان هادو ما باش تنقص البطاله والحرقه هذه تحبس. على وقع الاهازيج المالوفه كان الحشد وكانت الرسائل صريحه وواضحه. أتوا من كل صوب وحدب ومن مدن وبلدات خارج العاصمة، شعارهم التغيير وسيلتهم السلمية تجسيدا لوعي جماعي لدى فئة كان لها دور ريادي فيما بات يصفونه بحراك الرحيل. احنا رانا مكملين فيها سلمية حتى يسقط النظام ان شاء الله ونكملوا فيها. وتعددت الأغاني التي أصبح يرددها المحتجون لإيصال صوتهم في لوحة فنية امتزجت مع مطالب الشعب الجزائري بمختلف شرائح. كل أطراف المجتمع الجزائري انضمت إلى هذه الهبة الشعبية وكذلك الأطراف السياسية، لكن الألتراس وجماهير الملاعب أعطوا نكهة خاصة وفنية بمطالب للشباب. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. أعود إلى ضيفي هنا سيد سليمان أعراج. دكتور أعراج بإيجاز، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن على الطاولة للخروج من هذه الأزمة وما أفاق الحراك الشعبي؟ أعتقد أنه الحلول لابد أن يحترم فيها الطابع المؤسسي للدولة، تحترم فيها الإرادة الشعبية وأيضا المحافظة بما يحفظ الأمن والاستقرار في البلد. من أجل ذلك فأنا أرى أنه اليوم ربما مبادرة السلطة في الدعوة إلى الحوار هي مسألة مهمة. لماذا؟ لأنه أحسن ما تكون فيه تعامل، أحسن ما يكون فيه تعامل أفق رأسي يعني من الأعلى إلى الأسفل في شكل قرارات أو في شكل يعني فرض واقع أمر. هذا من نقطة. النقطة الأخرى أنه نجاح في الوصول إلى شخصية وطنية تقود ندوة الإجماع والتميز هذه الشخصية يعني بالإجماع بالنزاهة، إضافة إلى تكوين حكومة يكون عنوانها حكومة الشعب كحكومة شباب كفاءات، هذا سيؤدي إلى هل السلطة قادرة على اقتراح شخصية عليها إجماع لقيادة ندوة وطنية؟ ضروري، ضروري جدا. وأعتقد أنه كل المؤشرات تنبئ بأنه سيكون فيه يعني انفراج وأفاق يعني لما يخدم مصلحة الشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان العراج، الكاتب والباحث السياسي الجزائري. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة من الجزائر. أعود إليك جمال في لندن.
شكرا لك الزميل على زعتور، وشكرا أيضا لضيفك. مشاهدينا، ينضم إلينا في الأستوديو معنا الأستاذ رشيد عوين الناشط السياسي الجزائري، مرحبا بك معنا. إذن الجمعة الخامسة، ارحل ارحل، ولكن يبدو أن النظام لم يستمع بعد لنداءات الشارع. هل هو في مرحلة ما وفي فترة ما سيستمع نهاية إلى هذه النداءات برأيك؟ هو حقيقة الآن نظام في حالة تخبط وحالة ململة داخل صفوفه، واليوم الشعب خرج ليزيد من إثبات إصراره ورفضه لأي مشروع تشرف عليه السلطة الحالية. اليوم الشارع خرج ليقول لا لتمرير أي مشروع يشرف عليه النظام، ولا لتأجيل أي أو تأجيل أو تمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة. اليوم هناك كذلك رفض لأي تدخل أجنبي أو الاستقواء بالخارج. اليوم نرى أن النظام يحاول إظهار صورة بأنه يتحكم في الوضع في الجزائر، وأنه ربما عنده نية حسنة للتغيير أو شيء من هذا القبيل، كما صرحوا به بأن هناك ندوة وطنية، لكن الشارع قالها بأعلى صوت بأنه يرفض أي ندوة أو أي مبادرة يشرف عليها النظام. طيب أيضا كان هناك أمر لافت في الحقيقة أستاذ عوين، أنه ما يشبه الحراك الموازي، الكثير من رموز الأحزاب أحزاب الموالاة تحولوا فجأة إلى مساندين لحراك الشارع، كيف تفهم هذا التغيير المفاجئ؟ هو حقيقة هذه السياسة هي سياسة استباقية لإجهاض الحراك الحقيقي وإفراغ الحراك من مطلبه الحقيقي، وهو التغيير الجذري للنظام. يحاولون بطريقة أو بأخرى الالتفاف أو الإفراغ، يحاولون التصريح بأنهم حقيقة أنهم مساندين الحراك، حيث كل قيادات الأحزاب الموالية للسلطة المحسوبة على السلطة أو الرموز المحسوبين على النظام بأنهم يساندون مطلب الشارع. بحيث أننا نرى المضحك أنه يحيى الأسبوع الماضي كان على رأس الحكومة، اليوم يقول بأن يطالب بالنظام إعطاء للشعب مطالبه في التغيير، كما أنه هذه الأحزاب نادت كل من ينتمي إليها في القاعدة للدخول والاحتواء داخل الحراك، لكن الشعب واعي تماما الوعي بأنه هذه سياسة لمحاولة احتواء الحراك وتفريغه من مطلبه الحقيقي. بحيث أننا نرى كذلك أن المشكل سياسي على مستوى مركزي، لكن نرى أن النظام يعطي أوامر للمحافظين للولاة بأن يحاولوا أن استدراج ممثلين على الحراك. هناك طرف آخر أيضا مهم اليوم في الجزائر، إذا استمر هذا الغموض كيف سيكون موقف الجيش برأيك؟ هل سيتدخل أيضا هو أيضا في مرحلة ما فيما يحدث اليوم في الجزائر؟ أعتقد أنه دائما أقولها وأكررها، أن المشكل الآن مشكل ربما أنه في قيادة الجيش وكشخص القائد صالح، لكن ربما أنه صف ثاني أو صف ثالث ربما يشكل ضغط على قيادة الأركان، ربما يكون فيه دور إيجابي لحد. لكن عندما نراقب كل التصريحات سياسية من طرف سياسيين محسوبين على السلطة أو الجيش، نراها كلها مماثلة لبعضها البعض، بحيث أن المتتبع من بعيد دون الدخول أو التوغل في حقيقة الحراك وفي الميدان يكون عنده علامة استفهام من يعارض من، وهذا المشكل. أعتقد أنه النظام الآن يحاول تنظيم حراك موازي أو ثورة مضادة من أجل تشكيل تغيير وهمي. شكرا. حتى يبين الخارج بأنه حاول أنه نية حسنة لإعطاء تغيير حقيقي داخل الجزائر. أشكرك جزيل الشكر رشيد عوين الناشط السياسي الجزائري.